بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وزملائي المحامين بكفر الشيخ، الحقيقة معهد المحاماة من المواقع القريبة إلى قلبي بشكل عام، باعتبار أن إحنا بنخاطب فيها أو بنتواصل فيها مع كل الأجيال المقبلة أو الجيل المقبل على المحاماة، جيل الشباب الواعد اللي إحنا بننتظر منه بإذن الله الكثير، ليكون إضافة حقيقية لمحاماة حقيقية صاحبة تاريخ حقيقي، وبإذن الله سوف تكون بكم صاحبة مستقبل حقيقي وقوي ومؤثر. ولأنه الحديث مع معهد المحاماة حديث مختلف عن أي حوار آخر يجري بيني وبين المحامين أو بين المحامين وبيني، بيني وبين المحامين بشكل عام، نتحدث عن أمال نقابة المحامين وعن تطلعاتها خلال المستقبل، وأيضا عن إنجازات نقابة المحامين وإخفاقات نقابة المحامين. والحقيقة لأني حريص أنه أجمع بين الاثنين، فهبدأ حديثي بكم بالشباب، وهو الرسالة اللي إحنا نتمناها أن تكون منكم للمحاماة. إحنا مش عاملين معهد المحاماة علشان نعذب المحامين، ولا علشان نعمل دفتر حضور وانصراف، أنتم مش موظفين، لكن أيضا في قيمة وفي حد أدنى إحنا حريصين على أنكم تتلقوه، لأنه من غيره هيبقى المشوار صعب. ممكن المحامي يعلم نفسه ويتعلم ويخطو خطوات، كثير من الأجيال عملت كده، بس على فكرة هذه الأجيال وأنا قريب منها أو بعض هذه الأجيال لم تنجح كثيرا، بالعكس كانت عبء على نفسها وكانت عبء على النقابة، وما كانش فيه فايدة حقيقية للمحاماة. كل الضربات اللي حدثت في تاريخ المحاماة سببها ان احنا عندنا كم من المحامين اصحاب الكرنيهات اللي ما هم شغالين اصلا بالمحاماة ولا علاقة لهم بها الا بالكرنيه بطاقة العضوية، اشترك بالسدد وخلاص، كرنيه شايف الكرنيه، اشتغل في اي حاجة تانية، ما يشتغلش، يروح المحكمة ما يروحش، يتعلم حاجة ما يتعلمش، لكن عند الضرورة لما يبقى في خناقة ولما يبقى في كمين ولما يبقى في مشكلة يطلع كرنيه المحاماة. انا محامي، فنتحمل وتتحمل كل الأجيال من المحامين آثار وأسام كثيرة جدا بنعاني منها أو كنا نعاني منها كثيرة، دي احنا خطينا بيها خطوات طويلة واستطعنا ان احنا نعبر أكبر مرحلة فيها، وهي مرحلة تنقية الجداول. المرحلة الثانية كانت برضو متعلقة بهذه التنقية، وهي دفع الضرر المقبل علينا في انضمام التعليم المفتوح، وقاومناها بقدر ما استطعنا حتى نحافظ على نقابة المحامين لأصحابها القادرين على أداء رسالة المحاماة. علشان كده احنا حريصين في هذا المعهد ان احنا ما نتركش ابنائنا اللي بيدخلوا وتأيدوا يتيهوا، لازم نقدم الرسالة الاولى التي يمكن ان نؤكدها ويؤكدها كل مهتم بالمحاماة وبأدائها وبتاريخها وبمستقبلها. وانا الرسالة الاولى اللي انا حابب اقدمها لحضراتكم تتعلق بعنصرين للمحاماة: المهارة والاخلاق. ما فيش محاماة لا تقوم على مهارة علمية، ولا توجد محاماة لا تقوم على الأخلاق، يعني الاثنين وجهين لعملة واحدة في النهاية هي المحاماة. يعني إيه المهارة؟ المهارة يعني أن تعلم نفسك، أن تتعلم، أن تكون مثقفا ثقافة قانونية كافية لكي تجيب ولكي تساهم في حل مشكلات الآخرين تجاهك، ولكي تساهم في حل المشكلات المجتمعية، ولكي تساهم في حلول التي تقدمها للمواطنين، لكي تدافع دفاع حقيقي عن حقوق الناس وعن حقوق الوطن وعن حقوق الدولة وعن حقوق مصر التي تنتمي إليها. فيجب أن يكون لديك هذه الكفاءة العلمية. الكفاءة العلمية دي مش بتيجي بأنك تاخد الليسانس، الليسانس اللي احنا أخذناه كلنا ما ينفعش لكي تكون منه بداية محاماة ناجح، لوحده مش هينفع. انسى لكل اللي انت اخدته باعتبار ان هذا يمثل رصيد حقيقي، لا مش رصيد حقيقي، ده رصيد مزيف في القانون، وبالتالي تعين عليك ان تثقف نفسك من الان وان تتعلم
من الآن وأن تضيف لنفسك إضافات جديدة ممكن تضيفها بدراسات عليا، ماجستير، دكتوراه، غيرها من الدراسات الحرة المختلفة، أيضا البحوث القانونية، أيضا التعلم من المحاكم ومن المرافعات ومن المداولات ومن المذكرات ومن الخلافات القانونية التي تدور بين المحامين بعضهم وبعض. ما تتعالوش عن المعرفة، ما فيش حد فينا أعلى من أنه يعرف، ما فيش حد فينا وصل إلى أعلى مراتب العلم وإلى أعلى مكانة فيها، كلنا بنبحث عن الحقيقة وكلنا بنتعلم كل يوم، بنتعلم من أساتذتنا وبنتعلم من زملائنا وبنتعلم من أخطائنا وبنتعلم حتى من تلاميذنا. لما يخطئ أو يصيب هذا التلميذ أنت تتعلم جديد وتضيف لرصيدك من المعرفة رصيد جديد، فتظل في حالة تعلم مستمرة. لا تتوقفوا عن هذا الطريق، لأنه إذا توقفت هتتوقف في الحياة المهنية بالنسبة لك عند حد معين لن تستطيع أن تتجاوزه. أيضا ليست القدرة القانونية فقط وليست التحصيل القانوني فقط وليست العلوم القانونية فقط التي تؤهلك لكي تكون محامي ناجح. أنت ممكن بالقانون، بالأحكام، بالمذكرات، بالمهارة القانونية تبقى محامي كويس، تبقى محامي بتقدير جيد، لكن علشان تبقى محامي متميز لازم يكون عندك ثقافات أخرى، لازم يبقى في دماغك حاجات جديدة أضفتها فوق القانون، لازم تبقى قاري في التاريخ وفي الجغرافيا وفي الرياضة وفي الفن. اللي عايز يتميز لازم يدخل في هذه المناطق ويستوعبها، علشان ده بيساهم في تقديمك بشكل آخر ويعطيك مدارك غير متاحة لغيرك. الفرق بين المحامي المتميز والمحامي غير المتميز أنه دايما تجد المحامي المتميز ده لديه حاجة جديدة مش موجودة لدى الآخر، لغته سواء العربية أو الأجنبية المضافة، ثقافته القانونية أو المضافة إليها سواء كان ثقافة في العلوم في الرياضة، يبقى عنده فكرة عن كل محاور الحياة، لأنه في النهاية القانون حياة بينظم شؤون الحياة كلها، من شؤون الحياة كل جوانب المعرفة اللي احنا بنسعى إلى تأكيدها. وبالتالي عندما أتحدث عن المهارة أقول المهارة القانونية والثقافة العامة التي تضيف لك البعد الذي أتمناه لكم جميعا، أن تكونوا في المنطقة المتميزة من المحاماة، المنطقة المنطلقة، لأنه جميعا إحنا جميعا في حال السباق. المحاماة مهنة حرة. مهنة حرة يعني إيه؟ يعني كلنا بنتنافس، ما فيش عندنا وظيفة، النقابة مش بتجيب لحد قضايا، وفي نفس الوقت الموكل أو صاحب الشأن بيلجأ للمحامي الأكثر مهارة، وبالتالي لابد أن تكون مستعد لكي تكون هذا الذي أسميه أنا الأكثر مهارة. الأكثر مهارة هو ده اللي بيدخلك في الإطار المتفوق للمحاماة اللي احنا بنتمناه لحضراتكم جميعا. الجزء الثاني من الرسالة يتعلق بالأخلاق. مفيش علم ولا مهارة ولا كفاءة بدون أخلاق. لو فقد هذا العالم الحد الأدنى من الأخلاق فقد كل شيء. المحاماة قوامها الأخلاق، واللي يفهم غير كده أو يحاول يوصل لحضراتكم رسالة غير كده يبقى مش فاهم محاماة، لأن المحاماة أولا فروسية. المحاماة تقوم على المواجهة الشجاعة. المواجهة الشجاعة يعني إيه؟ يعني أنك تدافع عن الحق ولا تدافع عن من هم يريدون أن ينتزعوا حقوق الناس، فتساعدهم في انتزاع حقوق الناس، لأنك عند ذلك لا تكون محاميا، أنت تكون أي شيء آخر، إنما دي مش محاماة. المحاماة هو أن تساعد صاحب الحق في أن يصل إلى حق، وأن تدفع أو تدافع عن صاحب الحق حتى يدافع عن حق. لكن لو عملت العكس مش هتبقى محامي، تبقى أي حاجة تانية. المحاماة زي ما قلت لحضراتكم فروسية. الفروسية تقتضي الشهامة مش الخداع. المحاماة لا تقوم على الخدعة ولا على الوقيعة ولا على أنك تسحب مستند مهم من القضية، من مستند يخص خصمك لو شلته قضيته هتقع، أو لو بعت نوتة علشان يحضر حد عنه وخدتها وأخفتها فقضيته تتشطب فتبقى عملت حاجة. لا، ما تبقاش عملت حاجة، ده أنت تبقى يعني تبقى غير أخلاقي، ويبقى فعلك فعل لا يستحق فيه أن تكون بمقتضى محامي، لأن المحاماة لا تقوم على هذه الأسس. أساس الأخلاق المهنية هي الأمانة والشرف. الأمانة والشرف دول اللي أنتوا حلفتوا بيهم، اللي أنتوا أقسمتوا قسم المحاماة. أنتوا لما ما أديتوا القسم قلتوا بالأمانة والشرف. الأمانة والشرف أن تكون أمين على موكلك، وأيضا أمين مع خصمك.
الشرف أن تكون شريفا مع موكلك وأيضا شريفا مع خصمك، لأنه القيم دي قيم كلية، القيم دي قيم غير قابلة للتجزئة. ما ينفعش الإنسان يبقى شريف في ناحية وغير شريف في ناحية تانية، يبقى أمين في جانب وغير أمين في جانب آخر. الأمانة قيمة كلية والشرف قيمة كلية، لازم حضراتكم تبقوا متمسكين بيها بشكل متكامل. النهاردة أنا كنت بسمع وكنت بشوف للأسف صور سلبية زي ما كنت زي ما عشت صور إيجابية. أنا كنت بشوف ناس بتتباهى بأنها استطاعت أنها تخفي نقطة إنابة في الحضور عن مدعي شطب الدعوة، فيقول لك أنا وقعت القضية، كسبنا القضية، شطرت القضية، المرة الثانية خلصت القضية. دي مش شطارة، دي مش مهارة، دي مش كفاءة، دي مش محاماة. في المقابل شفت كيف يحافظ المحامي على شرف المهنة حتى مع خصومه. احنا انا اتربيت في مكتب محاماة. زمان ما كانش فيه تصوير متاح للمستندات، كان عشان تقدم صورة للمستند حافظة مستندات وتقدم لها صورة محتاج تصورها في كاميرا في عند مصوراتي ويحبطها وتطلع العفريتة وبعدين تبيضها وتطلع سوء. يعني كانت حكاية. فكان المحامين كبار المحامين يعملوا ايه علشان ما يأجلوش قضاياهم؟ بيبعت حافظة المستندات ليلة الجلسة او قبل الجلسة بيومين للمحامي الخصم عشان يطلع عليه. انا بعيني رأسي شفت حافظة المستندات جت للمحامي اللي انا بتدرب في مكتبه. شفت حافظة المستندات لما دخلت لمكتب المحامي وسابها كاتب الجلسة اللي جاي يحمل، شفت فيها أصول مستندات، شفت فيها عقد، شفت فيها شيك، شفت فيها إيصال، شفت فيها مستندات أصلية للخصم بتاعنا. فكان رؤيتي ومشاهدتي لأول درس تعلمته هو كيف تحافظ على هذا المستند رغم أنه هيتقدم ضدك في المحكمة بكرة، فتطلع عليه وتمضي على وش الحافظة أنك اطلعت على المستندات دون أن تعبس فيها. هل نجد الآن من يمكن أن يفعل ذلك؟ صعب. هنلاقي بالقطع، هنلاقي صعب عزيز، بس دي قيمة، هي دي قيمة المحاماة، هو ده شرف المحاماة، هي دي أمانة المحامي. اللي يتصور أن المحاماة تقوم على غير ذلك يسيب المحاماة، مش بتاعته، يشتغل أي حاجة تانية، يشتغل نصاب، يشتغل في تجارة، يشتغل يعمل أي حاجة، في أي حاجة علشان يكسب، إذا كان هدفه فقط أنه يكسب بأي ثمن. المحاماة هتديك بالقطع، هتؤدي ما عليها من عوائد لك كمحامي، لكن في الوقت المناسب وبالقيمة المناسبة، مش بالطريقة. المحامي اللي بيتصور أنه لما يقدر يخون موكله ويقبض من خصمه أنه عمره هيبقى طويل في المحاماة، خلاص ده انتهى، لانه اول واحد مش هيتعامل معاه الخصم اللي اتعامل اللي قبل انه المحامي يتواطأ عن حقوقه. وسوف تنتقل سمعه هذا المحامي بين كل اوساط الموكلين في انها تبتعد عنه ولا تقترب منه، عمره هينتهي، لان انما بامانتك وبشرفك وبنزاهتك مستقبلك العلمي سوف او المهني سوف يظل في الزهار، لان في النهايه هتبقى محمود السبعة. ده الرجل الأمين، ده رجل شريف، ده رجل محترم، محامي محترم. إنما ما ينفعش حد يقول ده محامي نصاب أو محامي خاين أو محامي مبدد أو محامي لا يراعي شرف مهنة المحاماة. ده الحد الأدنى اللي لازم كلنا نبقى مؤمنين بيه وعارفينه، والرسالة وصلنا بيه كلنا، وده اللي احنا بنأمله من أجيالنا القادمة أن تسير عليه. هذه الصورة في هذه الرسالة تقتضي أيضا شكل يترجم هذه العملة اللي واجهها المهارة والأخلاق، أيضا المظهر الذي يكون عليه المحامي أو المحامية، واللي احنا بنأكد دايما حتى عند حلف اليمين على مظهر المحامي. المحامي لا يليق للمحامي أو بالمحامي إنه يبقى حتى وهو يؤدي أدوه، حتى وهو عالم في القانون، حتى وهو عالم في كل الثقافات، حتى لو بيعرف 10 لغات، انه يروح المحكمة بلبس غير محترم، انه يروح المحكمة ولابس بنطلون جينز ومقطوع وبشبشب او بجزمة خفيفة او تيشيرت او اي شيء، او ان المحامية مهما علت ومهما كان علمها ومهما كانت ثقافتها ايضا تروح بلبس ملتصق او بلبس كفاف
أو بلبس يسيء إلى مظهرها ويسيء أيضاً إلى الحالة الذهنية التي يمكن أن يتعامل بها المواطنين معها. إذن مظهرك يحمي كل القيمة اللي احنا بنتحدث عنها واللي احنا لازم نؤكدها، ولذا أنا حريص في كل مكان وفي كل زمان أقول يا أخوانا حافظوا على شكلكم، لأنه ده المفتاح، دي البداية، ده البوابة، ده العنوان اللي بيتلقى فيه المواطن صلته بيك كمحامي. ما ينفعش القاضي يبقى قاعد على المنصة لابس بدلة وكل النيابة قاعد على مكتبه لابس بدلة وانت مش عندك، مش لابس البدلة، ما ينفعش. ما تحت أي ظرف ما تقوليش أنا راح أشتغل شغل إداري، أنا رايح أقابل أصحابي، أنا رايح عندي مشوار، أنا كنت مش عارف بشتري إيه. لا لا لا، ما تخشش المحكمة، ما تروحش النيابة، ما تروحش اسم الشرطة ولا مديرية الأمن، روح النادي إذا كنت بتروح نادي، روح بيتكم إذا كنت قاعد في بيتكم، طالما مش عامل حسابك في إنك تبقى بالقدر الملائم لوجهة المحاماة ولمظهر المحاماة التي تحمي هذه الوجهة وهذا المظهر، تحمي القيمة والمضمون، المهارة والأخلاق اللي احنا تحدثنا. ده باختصار رسالتي لحضراتكم في نهاية جدول أعمالكم في معهد المحاماة، والتي أتمنى من الله أن تصلوا فيها إلى أعلى المراتب. يبقى الخطاب الثاني وهو يتعلق بما يجري الآن في المحاماة. احنا نقابة المحامين مرت بمعارك صعبة وباختبارات صعبة وبمواجهات صعبة من أجل الحفاظ على جداولها، تنقية لهذه الجداول من الذين لا يشتغلون بالمحاماة أو الذين يشتغلون بغير المحاماة بوظائف تشين أو تسيء للمحاماة، وأيضا مواجهة ضد أصحاب التعليم المفتوح من حملة الدبلومات اللي دخلوا في غفلة من التاريخ والجغرافيا الجامعات المصرية علشان يدوا لهم مؤهل كان في البداية مؤهلا يعني مهنيا، راحوا بدهم قالوا لهم ده معادل علميا، فبدأوا يجوا دخلوا علينا عشان يستولوا على رقابة المحامين. الحمد لله احنا نجحنا في معركتنا ضد دول ودول علشان نحافظ على نقابة المحامين للمحامين المشتغلين، علشان نحافظ على أموال المحامين المشتغلين للمحامين المشتغلين، عشان لما نتكلم عن زيادة معاشات يبقى المحامي المشتغل هو اللي هيستفيد بهذه الزيادة، لما نتكلم عن زيادة في منظومات العلاج يبقى المحامي المشتغل فعلا هو اللي هيستفيد من هذا. لكن لو غير المشتغلين شاركوا المشتغلين في مدخولات نقابة المحامين تبددت مواردنا وتبددت إيراداتنا وتبددت خدمات التي يمكن أن تقدم للمحامين. أيضا احنا عندنا معركة قادمة هي معركة إصدار قانون أو تعديلات لبعض أحكام قانون المحاماة التي نتمنى أن تصدر خلال شهر يونيو هذا الشهر، أتمنى أن تصدر، تتعلق بما نتحدث فيه الآن، كيف نحافظ على ما جرى من ضوابط للقيد ومن قواعد لها، وكيف ندافع أو نحفظ لنقابة المحامين حقها في مواجهة من يريد أن يعتدي علينا ويعتدي أو يخترق نقابة المحامين أو يدمر نقابة المحامين. للأسف الشديد المعركة دخلت في حسابات الانتخابية، دخلت أيضا المصالح، المعركة بقت واضحة. اللي نظموا وقفة ضد تعديل قانون المحاماة كانوا أصحاب التعليم المفتوح، اللي كانوا بيشتمونا في نقابة المحامين أصحاب التعليم المفتوح، واللي ضابط القيد نالتهم ومنعتهم من إن هم يتدرجوا في نقابة المحامين كما يريدوا وكما يشاءوا. فأصبحت المعركة واضحة، معركة بين المحامين المشتغلين وبين المحامين غير المشتغلين. أيضا القانون بيحمل ضمانات جديدة للمحامي. احنا عندنا ضمانات موجودة في المادة 49 تتعلق بحماية المحامي في جرائم الجلسات، الجرائم الجلسات اللي هي السب والقذف والإهانة أثناء المرافعة، والنص في حالة التلبس في الجرائم دي لا يقبض على المحامي ولا يحتجز ولا يحبس احتياطيا، وإنما تحرر مذكرة. لأول مرة لما أحدثنا هذا التعديل ما فيش في مصر في نظامنا الدستوري ولا القانون في حماية من جرائم التلبس مطلقا، لا في قاضي محمي في حالة التلبس ولا في نائب في البرلمان محمي في حالة التلبس، إنما في محامي محمي في حالة التلبس في الحالات الأربعة اللي أنا قلتها لحضراتكم في المادة 49، علشان نضمن أن يؤدي المحامي واجباته والتزاماته في مواجهة المحكمة. فكان علينا أن احنا ندخل على الجهات الأخرى التي تعمل هذه الحماية، تمتد مش بس أمام المحكمة
لتكون بذاتها أمام النيابة، لتكون بذاتها أمام جهات الاستدلال المعنية. هذه الحماية تؤكد لنا أن احنا أمام حصانة جديدة، حصانة مهنية جديدة تدعم المحاماة وتدعم رسالتها وتدعم دور المحامي. أيضا نقلنا هذه الحماية فيما يمكن أن يوجه للمحامي من اتهامات في غير حالات التلبس. محامي بيقدم بلاغ لموكله في قسم الشرطة، خصم موكله يبادر بتقديم بلاغ مضاد للمحامي في ذات التوقيت، يقول له امبارح المحامي ده عمل كذا وامبارح المحامي ده عمل كذا، يخصم الشرطة يتحفظ على كل الأطراف بما فيهم المحامي ويعرضوا على النيابة والاثنين يحتجزوا، فيكف المحامي عن أداء واجباته ويعاق عن أداء عمله من أجل تهمة زائفة أصلا مفتعلة من أجل تعويق المحامي عن أداء دوره. حطينا الحماية دي في القانون وقلنا في الحالات دي لا يجوز القبض على المحامي ولا حبسه احتياطية ولا احتجازه، وإنما المذكرة تروح للمحامي العام الأول للاستئناف ليقدر الأمر في جريمة ولا ما فيش جريمة، في جريمة جنائية النيابة تحققها النيابة المختصة ولا ما تحققهاش، في جريمة تأديبية تروح النقابة ولا ما تروحش. ده هيؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى أن المحامي هيظل رغم الاتهام الموجه ضده من خصومه يؤدي واجباته أمام النيابة أو أمام المحكمة حتى لا يعطل عن أداء هذه المأموريات وأداء هذه الواجبات. إذن نحن أمام إنجاز جديد ومساحة جديدة من الحماية غير مسبوقة، نتمنى إن شاء الله أنها تمر بخير بإذن الله. أيضا نحن عندنا تعديل في تحصيل أتعاب المحاماة، وإحنا أسندنا في التعديل الجديد لنقابة المحامين حق تحصيل أتعاب المحاماة مباشرة من غير وساطة لا أقلام المحضرين ولا وزارة المالية اللي بتضيع أو ضاعت بمقتضاها كثير من أتعاب المحاماة دون مقتضى. إحنا بإذن الله بهذا التعديل هنبقى حمينا حقوقنا في هذه الأتعاب اللي تقدر بكثير، لا أستطيع أن أحصرها لكن بالعكس أقول أنها كثير من الأموال كانت يمكن أن تضيع لو إحنا أقدمنا على أن إحنا لننظم هذا الشأن. أعتقد أن الموارد دي هتعود إليكم تاني مرة أخرى وفي صورة خدمات حقيقية. أيضا بقي الجزء المتعلق بأكاديمية المحاماة. إحنا قررنا أنه المحاماة طبقا للقانون أو التعديلات الجديدة ما فيش حاجة اسمها اللي معاه ليسانس ومعاه شهادة حسن سير وسلوك ويدفع الألف جنيه يبقى محامي، مش هيحصل. لازم نقابة المحامين تحدد هي السنة دي عايزة كم واحد، شروط القبول كم واحد، ضوابطها ايه، من خلال أكاديمية تسبق الالتحاق بنقابة المحامين بحيث انه لا يجوز ان ينضم لنقابة المحامين الا من نجح في هذه الأكاديمية. الأكاديمية دي عمرها سنتين في التدريس، هتمنح مؤهل يؤهل صاحبها انه يتقدم لاختبارات نقابة المحامين، غير كده هتبقى نقابة المحامين بره الموضوع. معناه ايه ده؟ معناه انه اللي هيدخل نقابة المحامين هيبقى من حيث المستوى العلمي والثقافي اعلى من نظيره في اي جهة قضائية اخرى اللي بتاخد بس لسانس الحقوق. هيبدأ تنفيذ هذا الامر وهيبدأ تأكيد هذا الامر اعتبارا من 2022 القادم، على اساس ان احنا بندي فرصة للخريجين للملتحقين بكليات الحقوق المختلفة ان هم يبقوا عارفين انه 2022 مش هيبقى دخول نقابة المحامين مفتوح، مش هيبقى زي ما دخلته وزي ما دخلنا احنا، انما هيبقى بضوابط جديدة وبقواعد جديدة وبأسس جديدة ترسخ للمحامين وترسخ للمحاماة قيمة وأساس لا يستطيع أحد أن يتراجع عنه أو يخذله. بقي أنه من كم يوم نما إلى علمنا أنه في 2 محامين تم اختطافهم في سيناء، تاخدوا على الطريق ضمن حوالي 15 واحد. الجماعات الإرهابية الموجودة قطعت الطريق، عملت كمين، خدت الناس اللي موجودة، منهم 2 محامين احنا بنعتز بيهم وهم أبنائنا. ده بيؤكد ايه؟ بيؤكد ان الإرهاب ما زال موجودا في مصر، وانه الإرهاب لا يميز لا بين محامي ولا قاضي ولا غفير ولا وزير. زي ما استهدف الوزير استهدف القاضي وتم اغتياله في العريش، استهدف المحامين وبدأوا ان انا النهارده ممكن يتخطفوا في العريش بما تم الامر فيه. ده معناه ان الدوله في حاجه الى تاكيد دورها في مقاومه الارهاب،
واحنا لما قلنا في نقابة المحامين احنا مع الدولة المصرية في مقاومة الارهاب ومع قواتنا المسلحة في اجتساس هذا الارهاب، ما كناش بنعبس، كنا بندافع عن نفسنا، كنا بندافع عن نفسنا وبندافع عن الوطن. ادينا شفنا ان احنا نلنا ما نال المواطنين من اذى، ونلنا ما نال الاخرين من اذى. علشان كده احنا ما زلنا بنؤكد انه المحامين ونقابة المحامين درع لن يتراجع عن الدفاع عن الوطن وعن سيادته وعن استقلاله ضد الارهاب وضد الذين يريدون الاستيلاء على مقدرات وطننا. النهارده الأمة العربية بتتعرض لمأزق كبير جدا من الابتزاز الدولي في صناعة معركة، إيران في حتة والخليج في حتة، وأمريكا جاية تنصب على الطرفين، تاخد من هنا فلوس وتاخد من هنا مصالح، ويدفعوا من هنا فلوس ويدفعوا هنا مصالح، وإحنا اللي بنخسر كل حاجة، مصر اللي بتخسر، الأمة العربية بتخسر من هذا الصراع، لما أمريكا تاخد تريليون دولار في سنة من بعض الدول العربية، تريليون بعنوان حماية هذه الدول. طب ما احنا اولى بحماية انفسنا، والتريليون دول لو توزعوا على الامة العربية لسددوا ديونها كلها، ولو ساهموا في التنمية للامة العربية كلها، ورفعوا شأن الامة العربية كلها، واصبحنا قادرين على ان احنا نواجه اعدائنا ونواجه من يريد ان ينال من وحدتنا ومن ترابنا الوطني. علشان كده مصر لازم تفضل مصر بقوتها وبصلابة قواتها المسلحة وبصلابة شعبها في مواجهة هذا الإرهاب اللي احنا بنؤكد بيه ونؤكد عليه. عاشت المحاماة للوطن، وعشتم لنقابة المحامين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.